اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. دي كانت جوله كالعاده في كواليس المونديال لكل اخبار هذا اليوم في مونديال قطر 2022. تعالوا بقى نستعرض نتائج مباريات اليوم. المباراه الاولى وتعادل الكاميرون مع صربيا 3-3، ثم فوز غانا في فوز مثير جدا على كوريا الجنوبيه بثلاث اهداف مقابل هدفين، ثم البرازيل بتفوز على سويسرا بهدف مقابل لا شيء، والبرتغال بتفوز على أوروغواي منذ قليل، انتهت هذه المباراة منذ قليل بهدفين مقابل لا شيء. خلينا نبدأ يا أحمد مع مباراة الكاميرون وصربيا، وأولا وإحنا بنتكلم طبعا نستعرض تشكيل الفريقين. الكاميرون وصربيا مباراة قوية جدا، لم يكن أحد يتوقع عدد الأهداف اللي حصلت في هذه المباراة. أولا يوم أفريقي تاريخي، لأول مرة في نهائيات كأس العالم يحصل تسجيل عدد الأهداف ده في يوم واحد. ست أهداف في يوم واحد، 3 للكاميرون و3 لغانا. مباراة هو مونديال بصراحة مجنون، مونديال ممتع، كل يعني فمباراة فنيا من كتر الأجوان الممتعة. أنت النهاردة مباراة الكاميرون وصربيا ناس تقول لك أنا مش هتفرج عليها، النهاردة بتشوف مباراة من 3-1 بترجع ل 3-3. معدل أهداف 81 هدف في 32 ماتش، بمعدل 2.5 هدف في الماتش الواحد، ده رقم تهديفي كبير جدا. النهاردة الكاميرون بدأت يمكن تشكيل المباراة قدامنا على الشاشة بالأربعة 3-3. طبعا المشكلة بتاعت أونانا حراسة المرمى هنتكلم عليها دلوقتي، نيكولو وتولو وجان وكولينز فاي أربعة ورا، أندريه اللي هو لعيب نابولي ومارتن هونجلا لعيب فيرونا الإيطالي وبير لعيب أولمبياكوس، ثلاثة في وسط الملعب، إيكامبي جناح ليون وشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ وميبومو اللي هو مهاجم برينتفورد الإنجليزي. نعم. يمكن خلينا نتكلم الأول في المباراة دي في قبل المباراة والكواليس قبل المباراة وخناقة أونانا مع سونج. أوكي. أونانا يمكن كان المباراة اللي فاتت شفنا ليه ارقام غريبه قوي، ان هو كان بيطلع من مرماه بشكل كبير بيحضر الهجمه لدرجه ان هو لمس الكوره 60 مره او 63 مره. نستعرض الارقام بتاعته على الشاشه، في صوره ليه طالع من مرماه خالص لوسط الملعب، فأونانا عنده اصرار على البيلد اب وتحضير الهجمه من الخلف. بص ده كان في مباراه سويسرا اللي فاتت، بص كان واصل لفين، ده أونانا حارس الكاميرون. نكمل حتى بقيه الصور والارقام بتاعته، هنا بالارقام بتقول ان هو لمس الكوره حوالين منطقه الجزاء كذا مره، اللي هي السبوت الاحمر ده، ده بياكد ان هو بيخرج بره منطقه الجزاء وهو كمان بيعدي المدافعين. اوكي. نكمل برده ده برده هنا لمس الكوره 61 مره منهم بره منطقه الجزاء، فكانت الخناقه ما بينه وما بين سونج على التشكيل. تابني بتعمل كده ليه؟ فهو الفكره في كده، وبرده في بعض الكلام ان ايتو بيتدخل في التشكيل وان انا مش مقتنع مش بعد الكلام. ضرب التليفون ده مش بالتليفون. ده يعني ايه اللي هو ايتو هو اللي بيحط التشكيل يعني، دي معروف. فطبعا دي اكيد اثرت عليهم في الشوط الاول وكانت 3-1. انا شايف ان هم في الجون الاول كان ليهم شوبو موتينج هنا في الجون الاول كان واقف بيعمل سكان للحارس وبعدين قطع على القريبه في الصوره اللي بعدها، يعني هو واقف هنا بعدين قطع على القريبه صلحها للمدافع اللي جاي. كان نقطه التحول في المباراه دي كابتن اسلام هو نزول فينسنت ابو بكر مهاجم النصر السعودي اللي هو عنده 30 سنه. تمام. هنا فينسنت ابو بكر نزل غير مسار المباراه تماما. نعم. بص هنا الجون الاول، طبعا دفاع صربيا انا مستغرب جدا من مدرب صربيا ان فريق يبقى كاسب 3-1، لا ارجع للصوره الاولانيه وبلعب وبلعب على الدفاع الخط اللي هو مصيده التسلل وبشتغل في مساحات كبيره جدا، انا المفروض كسبان 3-1 اضيق المساحات والعب في وسط ملعبي وانا اللي العب على المرتده، خطفت الرابع كان بها، لكن بتلعب بالشكل ده. بص هنا فينسنت ابو بكر نفس الباك اليمين اللي مغطي التسلل، هي نفس اللعبه يعني نفس نفس شكل اللعبه، يعني هات اول صوره هتلاقي ده الهدف الثاني، يعني اللي هي جايه ايوه ده الهدف الثاني اللي هي جايه من عند الباك رايت بتاع الكاميرون، هنا الصوره اللي بعدها ده الهدف الثالث، فنفس الشكل بس هو جاب هدف عالمي التسقيطه اللوب هدف عالمي بصراحه لفينسنت ابو بكر ويستحق هو رجل المباراه. نكمل برضو بقيه الصور هتلاقي ان هو جايزه رجل المباراه لفينسنت ابو بكر، وكان بالنسبه لي نقطه التحول في المباراه نزول ابو بكر. برضو سونج علامه استفهام ان هو مقعد ابو بكر ده احتياطي، يعني واحد كان هداف كاس الامم الافريقيه وكان متالق معاه في الكاميرون، سجل هدف وصنع هدف في مباراه النهارده، قاموا في المباراه واحنا بنتكلم في الشوط الثاني نزل في 41 دقيقه سجل هدف وصنع هدف، عمل محاولتين من 3 تمريرات بتاعته 8 من 9 صح، المراوغات 4 من 4 صحيحه، فيستحق رجل المباراه. وده الغريب بصراحه يعني ان هو واحد زي ده قاعد احتياطي.